بصوا حبايبي، الناس كلها ما شاء الله بتيجي تاخد بنفس العروض من عند مستر شيف، حتى نفاذ الكميه. تعالي الحقي العروض والاسعار اللي هتسمعيها النهارده في المونيا الدهان مستر شيف، هتيجي تشوفيها مش هتصدقي سعرها. معانا النهارده من كام يا استاذ وائل؟ النهارده عروض كويسه، استاذ وائل صاحب المحل انا بصور معاه هيعمل لي النهارده مفاجآت وعروض حلوه على الالمونيا، مش هتلاقيها ولا هتشوفيها تاني. بصوا كده، عايزين نبتدي من الاقل، الحاجات القمر دي كده عشان بقى داخل علينا رمضان. كل سنه وانتم طيبين. المونيا صافي عند اي حد ب 35 جنيه، احنا دول ب 25 جنيه. 25 جنيه ده المونيا الدهان؟ المونيا الدهان. المونيا الدهان حلو قوي، 25 جنيه. البروش الجميل ده مفيش اصلا الكلام ده دلوقتي، الالمونيا الاصلي ما عدتش ب 25، وبرده القارب ده حلو قوي. عامل كام ده؟ ده ب 35 جنيه بدل 45. 35 بدل 45. عندك 10 جنيه خصم على كل قطعه صغيره. 10 جنيه؟ 10 جنيه على كل قطعه. 10 جنيه خصم على كل قطعه يعني صغيره. 45 هتاخدي 35. تمام. وده بدل 45. بصوا تحفه. 35 ده 35 وده 45 وده 55. اي حاجه اعمل لنا خصم 10 جنيه. ده المفروض ب 75 وده المفروض ب 65 وده المفروض ب 45، اعمل لي خصم 10 10 10. ده كده المونيا الدهان اللي مختوم عليه. مش هياخد الخصم عشان خاطر اللي يجي يبقى اتكلم تبع تمر حنا. اهو يا حبايبي استاذ وائل. اسعار ثانيه غير الاسعار دي خالص. لا لازم تيجي تقول له تبع تمر حنا عشان هو بيبيع الاسعار دي للقناه بس. بالظبط. 25 35 45 55، اي قطعه معمول عليها 5 جنيه 10 جنيه 10 جنيه خصم. تمام. هخش بقى على الاطباق. الاطباق بقى نشوف الحاجات اللي بيحبوا يعملوا بيض ويحبوا يسخنوا في الاطباق عشان السلس ما ينفعش يسخن. بصوا ده كده، بصوا مختوم عليه اهو. اهم حاجه تدور على عليه الختم من ورا. بصي على الختم ده من ورا تعرفي ان الطبق اصلي. بصي بيلمع ازاي، بصي الجوده عامله ازاي. لا حلو ما شاء الله، تقيل في ايديا. ده بكام ده بقى؟ ده الطبق الصغير بدل 65 هنعمل لكم النهارده عليه عرض ب 45 جنيه. 45 جنيه؟ لغايه 45 جنيه. اسالي على الالومنيوم قبل ما تيجي تشتري عشان هو عامل لك 20 جنيه خصم على الطبق. لا حاجات حلوه قوي بصراحه. مقاسين منه، مقاس كبير ومقاس صغير. مقاس كبير ومقاس صغير، بس لو جيتي مش قلت له طبع تمر حنا هتلاقي اسعار ثانيه. طب وده؟ ده نوع ثاني او شكل ثاني. هنعمل لك عليه عرض برده بدل 75 ده غويط. هتاخديه ب 65 جنيه، ده اتقل 65 شوية. جنيه واتقل شويه اهو. بس جميل برضو وعليه الختم بتاعه من ورا. لما تيجي وتمسك الخامه هتعرفي ان هي خامه كويسه. تمام. اسمعي النهارده الاسعار واتفرجي على الفيديو كله بالتفاصيل هتستفادي. وعايزه اقول لك قبل ما تشتري الالمونيا وقبل ما تيجي تشتري اي حاجه تسالي بره على الالمونيا الدهان اللي مختوم عليها من ورا وتشوفي اسعارها بكام الاول، وتيجي تشوفي العروض اللي معموله لك النهارده. بس اي حد هيجي يقول له طبع تمر حنا، لان هو قال لي ما ببيعش الاسعار دي لاي حد. استاذ وائل اهو تيجي تشتري منه هو الالمونيا بالذات عشان منزل لكم في سعرها. تمام يا استاذ وائل؟ العرض اللي بعد الفيديو، بعد ما ينزل الفيديو لمده اسبوع، ينزل الفيديو لمده اسبوع علشان لو الحاجه خلصت والكميه اللي عنده خلصت الاسعار هتغلى. دي كده عامل لنا عروض هدايا للقناه، بس تيجي تقول له طبع تمر حنا عشان بيقول لي في ناس بتيجي ما بتقولش فبتاخد اسعار اغلى. حاجات كيكه وكلام من ده. هيعمل لنا عرض حلو قوي على الالمونيا دي. ادي شكل تاني، ادي ثلاث اشكال اربع اشكال. الدبدوب، الله وريني الدبدوب ده كده جميل. بصوا كده مش هتصدقوا سعره، عامل لي عليه عرض النهارده حلو قوي. بص كمان دي. بص كمان الشكل الجميل ده. ده بكام ده بقى العرض؟ انا عايز بس الناس تسال على الالومنيوم بره قبل ما تجينا عشان تعرف عاملين معاه عرض ولا لا. اسالي على الالومنيوم الاول قبل ما تيجي، ولما تيجي لازم تقولي له طبع تمر حنا. بكام يا استاذ وائل؟ المفروض القطعه دي ب 150 جنيه. احنا النهارده هنديها لكم باقل من تكلفتها ب 100 جنيه. واتحدى اي حد يبيع. يعني بكام القطعه؟ ب 100 جنيه القطعه. قطعه ب 100 جنيه؟ 100 جنيه بدل 150. بصوا ورينا بقى كده واحده واحده. لمده اسبوع بس. لمده اسبوع من بعد نزول الفيديو، بس يا ريت تيجي تلحقي. ب 100 جنيه، بصوا الجمال ده كده المونيا الدهان. لا حلو قوي. يعني بص الخيط. بصي مختوم عليها اهو. مش مختومه يبقى مش الاصليه. مش مختومه يبقى مش الاصليه، ب 100 جنيه عرض للقناه الحاجات الحلوه دي. لا جميله جدا. والمونيا تعيش معاكي العمر. وريني اللي هي الدبدوب. بصوا الجمال ده كده. بصوا دي كده كلها ب 100 جنيه بس. لا جميله قوي. في منها مقاسات ولا كلها كده؟ لا كلها، حتى لو في مقاس اكبر او اصغر كلها بسعر واحد. كلها بسعر واحد. يعني اللي هتيجي تاخديها هتاخديها ب 100 جنيه. اشكال بقى تنقي اللي انت عايزاه. الناس اللي بتدور على الكيكه اللي هي الثقيله المخرومه دي، دي الوحيده اللي عامله 155 بدل 220. دي اللي هي الكبيره شويه واللي هي كبيره شويه ومفرغه من النص. دي ب 220 هتاخديها ب 155. 155 هو منزل في القطع الكبيره دي 50 جنيه والقطع الصغيره 10 جنيه. والاطباق منزل لنا فيها 20 جنيه. طب والحاجات الحلوه دي برضه عايزين عليها عرض. المفروض ب 160 في العرض النهارده، ده 110. 110؟ بصوا
كلها كده مختوم عليها، اللي تيجي ما تلاقيش مختوم عليها ما تاخديهاش. الطقم ده ب 450 جنيه، عاملين له تمر حنه، هتدفعي 350 جنيه بس، 100 جنيه خصم. الثلاثه؟ الثلاثه 350. اه بدل لا، والحاجه في ايديا تقيله ما شاء الله. بص الختمه اهو، بصوا اللي مش مختوم ما تاخدهوش، اللي مش مختوم ما تاخديهوش. لا الاسعار حلوه قوي، ودي برده ب 110، في منها اشكال كتير. القطعه الجميله دي تتباع ب 160. اه النهارده هندلج 110 جنيه. ده اللي هو الغويط. ده الغويط ب 120. لا النهارده الالومنيا ببلاش، الالومنيا ببلاش بقى، لو اي عروسه كده تيجي تستفاد وتاخد شويه حاجات. واللي هي عليها عرض ب 100 جنيه دي، لا حلوه قوي بصراحه. الدمسه بتاعتنا ده، دي غويطه كمان ما شاء الله، ب 100 جنيه دي حلو. بس الدمسه بقى الجميله دي، اه بكام دي بقى؟ دي معاها الكبشه بتاعتها، بدل 290 جنيه هنديها لك ب 240 جنيه. 240 بك. الله كبشه حلوه قوي. كبشه دي هديه مننا احنا للناس. كبشه دي هديه حلوه اهي للقناه، جميله. هي اصلا بتتباع من غير الكبشه. ايوه غير الكبشه، بس الكبشه دي هديه من عندنا النهارده لكم. تمام. لا جميله قوي. سعرها 290. اموره الكبشه دي ماشي، يعني 200 كام؟ 240 جنيه بدل 290. تمام، يعني منزل لكم فيها 50 جنيه. عرضين كبشه عليها، اه والسعر فيه 50 جنيه. وقلت لي برده المصفه بتاعت ايكيا هعمل لك عليها عرض حلو. بص بقى المصفه دي عند اي حد ب 130 جنيه. اه احنا هندي لكم النهارده ب 95 جنيه. 95؟ اه 95 جنيه. المفاجأة بقى ان هديكم المقاس الكبير. أوه. هو اللي ب 95 والصغير ب 85. ما شاء الله. لا حلو قوي. تمام. ستانلستين 18/10. ستانلستين الاصلي المستوردة اهي. مختومة. معاك مختومة. خلي بالك من الختمة قبل ما تشتري ختمة، عشان في منها تقليد. تمام. قلنا كم وكم تاني معلش؟ 85 و95. 85 بدل 110 و95 بدل 125. طب والكبيره دي لو حد عايز الاثنين دول؟ الطقم ده على بعضه التقيل ب 360 جنيه. 360 ده طقم. الخفيف ب 175. في الخفيف وفي التقيل، الخفيف ب 175 ودي ب 350 التقيله. معانا برده مجموعه حلوه قوي. اه تكمله العجانات اهي. ده بكام بقى الطقم ده؟ في بقى دي اللي هي الطقمه الثلاثه. دي فرداني مش بالطقم. اه ده اللي هو الالوان. القطعه دي ب 75 جنيه. 75 جنيه؟ اه ملونه من بره. اه لا جميله، ده حلو قوي ده. ده مستورد؟ ده مستورد، كل ده في منه الوان؟ اه في منه الوان. في منه الوان. الازرق وال يعني دي كده انت عامل لنا عليها عرض 75. 75. 75 جنيه بس. لا سعرها حلو. وفي اللي هي الاطقم دي بقى عامله كام؟ حاجات زي كده مقاسات العجلات دي خمس مقاسات. اه من كام لكام؟ تبتدي من اول 75 تنتهي لغايه 220. بمقاساتها. مقاساتها. واللي هي دي الطقم ده، دي بالوحده ولا بالطقم؟ بكام؟ تبتدي من اول 160 لغايه 250. من 160 لحد لحد كام؟ المصفه دي 260. المصفه دي ليها مميزات تانية، دي سيليكون مش بلاستيك زي اللي موجوده في السوق. تمام. إيه ليها قواعد من تحت غير الثانيه عشان لما تصفي فيها تبقى الميه عندك بتنزل تبقى عاليه. اه غير اللي مالهاش رجوله مالهاش قواعد. اه واهم حاجه نديها سيليكون عشان ما تسيحش. لا حلوه قوي بصراحه. معانا برضو المقلايه دي برضو حلوه قوي، ثلاثه مع بعض. بص المقلايات دي عندنا ثلاث احجام منها. اه من اول 22 سنتي لغايه 32 سنتي. تمام. هي بتتباع بالوحده ولا بالثلاثه؟ لا لا قول لنا على السعر. الثلاثه بكام؟ الثلاثه من دول ب 350 جنيه. المونيا الدهان مختوم عليها. المونيا مختومه نفس الحاجات التانية. المقاس ده كده 350. وده 450. تمام. وده بدل 550 ب 500 جنيه. اهو تعالي بقى الحقي الحاجات القمر ده. تقيل قوي ما شاء الله. بصوا غويطه وكبيره ازاي اهي. تنفع معاك الاليه، تنفع معاك للتحمير. ثلاث مقاسات المونيا نقيه زي ما انت شايفاها. هو بيقول لكم اسالوا على الالمونيا قبل ما تيجي. قبل ما تيجي اسال عليها. قبل ما تيجي اسال عليها عشان تشوف هو عامل لك عروض ولا لا. وده ورينا الطقم الحلو ده. الجميل ده بدل 450 لغايه 350 جنيه. 350. لا ده حلو قوي ما شاء الله. ثلاث قطع. ثلاث قطع. ايوه شكله واللي عايز مقاس منه فرداني موجود. احنا قلنا بقى ابو 100 جنيه العرض. لا ده موجود، ده حاجه ثانيه غير ابو 100 جنيه. ده حاجه ثانيه؟ ده القلب غير الثاني. تمام. وده عامل كام؟ ده ابو 100 جنيه، ما ده اللي احنا خدناه معانا في العرض. في بقى الطقم اللي زي كده 350 بدل 450. طب ده واحده منه بكام لو واحده عايزه واحده بس؟ الواحده منه ب 100 جنيه. الواحده منه ب 100 زي العرض اللي احنا عاملينه. اه بس ده 350 جنيه عشان خاطر فيه مقاس اكبر من الموجود عندنا في الفرداني. تمام. ده ب 350. انما لو واحده عايزه واحده صغيره فرداني موجوده ب 100 جنيه. تمام. طب والصواني دي بقى؟ الصواني دي عندنا منها ثلاث مقاسات زي كده. لا حلو قوي المقاس ده. بدل 550 جنيه ب 490 جنيه. 490 دي برضو عاملين عليها عروض. عرض 60 جنيه. عرض 60 جنيه. ده بدل 450 ب 410. 410. لا حلوه ومقاساتها كبيره. الحاجه محمله في ايديا ما شاء الله، انا مش قادره اشيلها وانا بصور. تعالي شوفي الحاجه وامسكيها ما شاء الله حلوه. ودي برضو حلوه قوي. بصوا المقاس ده كده جميل. انا هعمل لكم عليها عرض بدل 250 غيرها ب 200 جنيه. 200 جنيه بدل 250. لا جميله. ينفعك في اي حاجه في البيت. بص بقى طقم الصواني ده الثلاث قطع ده. اه. ده بكام بقى؟ من مقاس 26 لمقاس 32. اه بدل 600 جنيه
وبدل 550 جنيه ب 500 جنيه. 500 جنيه الثلاثه المونيا الدهان مختومه. ما كانش عندك مختوم ما تشتريش. لا حلوه قوي 500 جنيه الثلاثه يعني يعني مش عارفه والله الاسعار حلوه قوي بصراحه. وده انا كنت فاكره الالمونيا غاليه عن كده بس هو عامل لنا عروض حلوه. عامل لك عليه عرض بدل 550 460 جنيه. 460 الثلاثه. بصوا ينفعك بقى للمكرونه البشاميل للرقاق لاي حاجه. بص الخامه عامله ازاي اهم حاجه تلمع ازاي. بص الختم بص كمان. بص ازاي بص الختم. اسالي على الالمونيا قبل ما تيجي تشتري. الالمونيا دي 100,000 نوع في منها حاجات تقليد. في منها تقليد خفيفه وبيبقى برده مكتوب عليها الدهان على فكره. بس ما بقاش نفسك ما بعرفش. انا بشوفها في السوق بيبقى الختم ده الاصلي. الختم ده الاصلي. تمام. ما يتقلدش. في برده معانا الطقم ده عامل كام؟ طقم ده ثلاث مقاسات. ده حلو قوي ده. 140 و 150. الواحده. الواحده. يعني من 130 ل 150 لمقاساتها. وديت دي عامله 120. دي عامله 120 دي بقى اللي بتحطي عليها بانيه فراخ بطاطس مقليه. حلوه قوي. وفي برده القريب الكيك ده عامل كام؟ القريب الكيك ده عامل 250. ده الدهان برده اللي مختوم عليه 250. بصوا في قالب لسه واصل دلوقتي حالا. بدل 275 هنديه لكم ب 225. 225 جميل. ارخص من الالومنيوم. ده نوعه ايه بقى؟ ده تيتانيوم. ايه؟ مستورد تيتانيوم ال 55 تيتانيوم. مستورد. مستورد تمام. وفي ده عامل كام؟ ده عامل 65. ده 65 نوع ايه ده؟ ده زي تيفال كده؟ لا سيراميك. سيراميك. في ده عامل كام يا استاذ وائل؟ ده 95. 95 زي كده ب 150 اصل بتاع شغال. ده ب 150. ده عامل 150 جنيه. ده حاجه نظيفه وغويت من جوه. 150 لا حلو. وده عامل كام؟ وده 75. ده 75. وده؟ ده 95. ده 95. في حاجه زي كده ب 65. 65 تمام. عنده هنا بصراحه كل حاجه. طب وهنا عامل كام ده؟ ده النوع التيتانيوم عامل 75 جنيه وفي اللي زي كده عامل 55 جنيه. زي ما انت عايزه بقى. طب وده عامل كام؟ ده عامل 150. 150. الطبق اللي استلس ده عامل كام؟ الطبق ده هنعمل عليه عرض. بدل 135 هنعمله ب 125 جنيه والمقاس الكبير بدل 190 هنعمله ب 150 جنيه. ده اللي هو اللي استلس برده مختوم عليه. بصي بقى مستلس صافي 18/10. حلو ازاي؟ بصي جماله. اكنك بتشتري مرايه كده عامل زي المرايه. لا حلو جدا ما شاء الله. ده بكام تاني؟ ده العجين ده ب 125 بدل 150. واللي في ايدك؟ وده ب 150 بدل 190. لا حلو قوي. حاجات نظيفه كده وحاجه تعيش معاكي العمر. طب والصواني دي ايه بقى؟ دي جرانيت؟ دي صواني بيتزا جرانيت. بكام دي؟ دي القطعه، القطعه دي ب 75 جنيه. 75 جنيه دي للبيتزا او للبسبوسه؟ تنفع للبسبوسه. 75 وب 110. حلو قوي. ايه اللي ب 110؟ المقاس الاكبر. الاكبر منها ب 110. اما دي ب 75 برده عامل لنا عليها عرض. تمام. ودي عامله كام؟ دي عامله 180 جنيه بدل 230. دي بتاعت ايه بقى؟ دي كبيره قوي. بتاعت مخبوزات. مخبوزات. عامله زي الصاج كده بس حاجه نظيفه. ودي؟ ودي بتاعت تارت. الناس بتعمل تارت ووافل. بكام دي؟ عامله 150. 150. في حاجه زي كده بقى الصاج ده. عليه خصم اكتر من 100 جنيه. اكتر من 100 جنيه ده برده صاج؟ صاج. بصوا بس حاجه نظيفه قوي. بكام؟ ده ب 250 بدل 350. لا حلو جدا. ده ارخص من الالومنيوم. ده برده حتى نفاذ الكميه. موجود منه حوالي 20 قطعه بس. 20 قطعه تمام. وطقم الصواني ده عامل كام؟ ده طقم طاجن استانلس ستيل بدل الالومنيوم. ما شاء الله حلو قوي. وجمال الاستانلس، استانلس صافي على المغناطيس بدل الالومنيوم. لو مش عايزه الومنيا تمام. ده بدل 950 عاملين عرض النهارده ب 850 جنيه. 850. بصوا جماله تحفه. وده زيه برده؟ ده المستدير بتاعه. في منه مقاسات 850. طقم صواني. طقم من السليل. طقم عدليه ب 500 جنيه. ده ب 500. اللي هو ده اللي ب 850. في ده الطقم ده ب 250 جنيه. ده ثلاثة؟ ثلاث قطع. ده ثلاثة برضو حلوة قوي. وفي ده عامل كام؟ الناس تحب السرافيس دي ب 450 جنيه. طقم السرافيس الجميل ده. ده استانلس 18/10. 18/10 على المغناطيس. 450. وده برضو ب 450؟ 450. لا ده حلو قوي. الحاجات دي برضو تنفعك هدايا عيد الأم حلوة. العرض ده 150 جنيه طبعا. ده جميل. ده بكام ده؟ ب 450 برضه. تقيل قوي ما شاء الله. لا حلو قوي بالعلبه بتاعته كده. بصي بكل حاجه ينفع بقى تاخديه هديه برضه لعيد الام حاجه قيمه او لو عروسه. جميل. طب والصواني دي عايزين نعرف بقى بكام؟ صواني العشاء والفطار. صواني العشاء دي بتبتدي عندنا من اول 200 جنيه. 200 جنيه؟ بصوا حلو قوي. بتتفق على المغناطيس. تمام. والكبيره دي؟ دي ب 350. دي ب 350. ودي؟ ودي ب 450. ودي ب 450. بصوا حجمها قد ايه ومنقوش عليها رسمه كده جميله.
والصواني اللي هي العشا دي. دي برضو حلوه قوي. في منها صينيه المندي. المندي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي جاهز هنجيبها لكم باذن الله. بكام دي؟ دي بتبدا من اول 250 350 450 بمقاساتها. المقاس الكبير ب 450 بدل 550 واسالوا عليه عامل لكم عليها عرض. المقاس الكبير خالص ب 450 في كل مكان ب 550. تمام. عرض لمده اسبوع يا حبايبي على الاسعار دي. طب والعجانات دي؟ العجانات دي عندنا منها ثلاث مقاسات اللي هم الكبار، وعندنا ثلاث مقاسات من دي، وعندنا منها ست مقاسات ثانيه. ده بكام ده؟ ده مثلا عامل 250 جنيه. الله، بس غويت ازاي وكبير ما شاء الله. ده كده استلس برضو؟ استلس صافي. استلس صافي. في الاكبر منه كان؟ بقى ده 250. 250 والاكبر ب 300 مقاسين يعني. طب ثلاث مقاسات 250 350 وده؟ ده ب 650 جنيه. ده الكبير خالص. بصوا حلو قوي، كبير ما شاء الله 650. اهم حاجه ان هو تقيل. لا تقيل، تعالي امسكي. انا بصراحه مش عارفه امسك الحاجه لانها تقيله. طب والكبير خالص ده 750. يعني معانا من 250 الحاجات الغاويطه دي. في ذاكره ب 300 جنيه. لكام؟ 300. 300 برده حلو، بس ده خفيف شويه. ده هو بس اصغر مش غويط. اصغر؟ انما تقيل برده. يعني هو مش عالي في مش غويط قوي. تمام. يعني معانا من 250 الحاجات دي. من 250 لغايه 650. تمام. ازاز الزيت والخل دي برده لسه نازله ترند السنه دي كده حلوه قوي. دي في منها كذا لون. بدل 95 جنيه عامله على عرض النهارده ب 75 جنيه. 75 جنيه. بصوا حجمها قد ايه؟ حجمها كبير عشان في منها الاصغر شويه. دي استلس في ازاز. استلس في ازاز. استلس في ازاز. دي المستورده. برده محكم. مستورده طبعا. دي كده مستورده اهي. في منها بقى الوان كتير جدا. كل الالوان على التليجرام. كل حاجه هتلاقوها على التليجرام. التليجرام حلو قوي، في حاجات حلوه اشتركوا فيها. بصوا بقى البيضه الترند القمر الصغيره دي، في منها الكبير معانا، هنشوف سعرها. عامل لنا عليها عرض حلو قوي. والصغيره دي برده عامله كام؟ الصغيره دي بدل 220 هننزلها لك بالمعالق بتاعتها ب 170 جنيه. 170 جنيه. بصوا الجمال ده كده 170 جنيه. ده عرض ليكوا انتوا بس كده، عرض بالتكلفه من الصين بتكلفتها. هو عامل لنا عليها عروض لمده اسبوع من بعد الفيديو. جميله حلوه قوي بصراحه، تحفه ب 170 جنيه. في منها اللون ده وفي اللون ده، وفي منها اللون الجولد ده كمان. لا حلوه قوي. المعالق بتاعتها 18 على 10، جميله جدا بصراحه ب 170 جنيه بست معالق يا بلاش. لا حلوه قوي. ده انت لو خدتيها كده وحطيتيها ديكور في المطبخ. بصوا بقى معانا برضو القطاعات دي، كنا عاملين عليها عرض حلو قوي. بكام بقى دي اللي هي ضد الكسر الازاز؟ ضد الكسر الازاز احنا منزلينها ب 110. الاسبوع ده ب 85 جنيه. 85؟ دي اللي هي الازاز اللي ضد الكسر، اللي ترميها كده وتقع منك ما تتكسرش. بدل 110 85 جنيه اهي. في حاجه سيليكون زي دي الوان. تعالوا الحقوا الاسعار الحلوه دي. بدل 160 جنيه ننزلها ب 130 جنيه. 130 جنيه دي اللي هي الفبر التقيله. في بقى برضو منها الوان كتير. والكبيره زي الصغيره ولا الكبيره اغلى؟ 150 والصغيره ب 130. حلو قوي. ده كله كده شغل مستورد. والقطاعات دي عامله كام؟ القطاعات دي بدل 120 ب 75 جنيه. 75 جنيه. لا سعرها حلو. كل ده كده خشب ضد الميه، خشب زان. ودي؟ ودي ب 180 جنيه بدل 230. شويه حاجات حلوه. النهارده بقى عامل لنا عروض حلوه جدا على الاطقم السيليكون دي. بصي طقم التوزيع السيليكون ده في اي محل هتلاقيه ب 450 جنيه. بصوا ده اللي هو ب 450 مش الشعبي. في اي محل سيليكون حراري. سيليكون حراري. بصوا شكله عامل ازاي؟ ب 450 عندنا. اسالي عليه. مش هنقول لك ب 400 ولا ب 370، ب 350 جنيه. 350؟ يعني 100 جنيه تخفيض. على فكره هو حارق لكم في سعره 100 جنيه، عامل لكم خصم 100 جنيه. اي حد يجيب السعر ده من بره. اسالي بره عليه الاول. موجود منه اربع الوان. في منه كميه؟ في منه كميه. في منه كميه حلوه، بس لو خلصت يعني الكميه لمده اسبوع. اسبوع. العرض ده لمده اسبوع من بعد تنزيل الفيديو لمده اسبوع. اسبوع من نزول الفيديو. تمام. الطقم ده بره ب 450 جنيه. ب 400 جنيه بس. 400 جنيه ده هتلاقوه بره اصلا. انا كنت شايفاه في اماكن كتير، في ناس بتبيعه بقى ايه يعني باسعار كده خياليه. هتاخدوه ب 400 جنيه عرض للقناه، بس لازم تقولوا له تبع تمر حنه وما بيديش الاسعار دي لحد. والطقم الحلو ده، طقم توزيع ده بالقطعة مصورين الاسبوع اللي فات بس ما كناش عاملين عليه عرض. ده بكام بقى؟ هنعمل عرض الاسبوع ده القطعة ب 95 جنيه. قطعة ب 95. ده استانلس صافي 18 على 10. 18 على 10.
حلو قوي. قطعه ب 95 ب 1500 جنيه وب 1200 جنيه. لا تعالي خدي بالقطعه عادي يعني. انت كده عامل لنا عروض برضو من بعد الفيديو باسبوع، بعد معاك اسبوع بعد نزول الفيديو باسبوع على البيضه الحلوه دي كده. بصوا حجمها كبير وجميله، في منها السيلفر والفضه. سيب بقى المعلقه بقى عشان ده المهم، مش المهم ان هي سعرها كام، المهم المعلقه جودتها ايه. يعني في جوده اقل؟ طبعا في جوده منها اقل، بينزلوا لك نفس شكل البيضه بس الجوده اقل. دي تقيله، ده اللي هو 18 على 10 مختومه، يعني اللون ده كمان ما بيغيرش ولا بيقشر ولا اي حاجه. بتغسل في غساله الاطباع عادي. 1100 جنيه 1100 جنيه بدل 1700 و1600 اهو. لا تحفه جدا، 1100 جنيه السعر ده انا ما سمعتوش فيها قبل كده. طقم ده 24 قطعه من كل حاجه ستات، جميله جدا بصراحه. انا موفر لك في طقم ده حوالي 400 جنيه او 500 جنيه. ما تنسوش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك، وطبعا مستنيه رايكم، ولازم تقولوا الاستاذ وائل او اي حد موجود في المكان احنا تبع تمر حنا، وتاخدي للحاجه سكرين وتوريها له عشان تاخدي بنفس الاسعار، عشان ما تلاقيش الاسعار متغيره. ويا ريت تشوفي الفيديو وتيجي على طول، عشان في حاجات احنا عاملين عليها عروض واسعار لمده اسبوع او حتى نفاذ الكميه. ده كده شكل يافطه المحل، عشان في محلين اسمهم مستر شيف في درب سعاده. دي كده شكل اليافطه اهو، المحل معمول له افتتاح جديد، وعلى اول الشارع بنك مصر، يعني هنا كده اول الشارع بنك مصر. لو عايزه تيجي مش عارفه درب سعاده، اركبي السوزوكي من ميدان العدبه وقولوا له نزلني على ناصيه شارع بنك مصر، هتنزلي هتمشي خطوتين اتنين هتلاقيه هو هنا على ايدك اليمين مستر شيف، ودي اليافطه بتاعته. اعملي لليافطه سكرين عشان في محلين مستر شيف. هنا هتيجي تاخدي بنفس اسعار الفيديو. طبعا كل الشغل ده الرفايع والحاجات اللي هي برده بتاعت النظافه احنا مصورينها قبل كده، والصواني الميلامين اللي هي ضد الكسر كل ده متصور في الفيديوهين اللي قبل كده.